السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا متابع قناتنا حديقة التلي. في هذا اليوم الجديد نرافقكم في رحلة بحث عن السلاحف البرمائية. هذه المرة اخترنا السلاحف البرمائية لأنها سلاحف مختلفة عن السلاحف البرية. فالسلاحف البرية قد تجدها في كل مكان، في البراري، في الجبال، في الغابات، في السهول، في الهضاب، لكن السلاحف البرمائية قد تجدها في البحار، قد تجدها في الوديان والأنهار، قد تجدها في البحيرات، وقد تجدها في البرك المائية الطويلة التي تظل طول السنة ممتلئة، وكذلك أحيانا تكون في الآبار وتكون في بعض منابع المياه والعيون. فنحن متجهون هذا الصباح لأحد المناطق هنا التي سوف على بضع عيون صغيرة سنبحث فيها إن وجدنا هناك سلاحف برمائية. فتابعونا. إذن كما تشاهدون هنا فنحن في منطقة عبارة عن جبل مغروس فيها أشجار الزيتون بأحد المناطق بشمال المغرب تقرب لمدينة وزان، وهي كذلك تطل على مدينة القصر الكبير وعلى سد وادي المخازن. لأننا نحن ذاهبون الآن بين هذه الأرغال وهذه الشجيرات لإيجاد أماكن تتوفر فيها أو تعيش فيها السلاحف البرمائية. سنمر من هذا المكان من هنا نبحث إن كانت هناك منابع للعيون حتى نتعرف على مكان تجمع المياه، الأماكن التي تجمع فيها المياه طول السنة، ربما تكون مكانا لتوالد وتواجد السلاحف البرمائية، وكذلك مجموعة من الحيوانات التي تعيش في الماء وكذلك في البر كالضفادع. الضفادع هي أيضا حيوانات برمائية تعيش في البراري وتعيش في البرك وفي الوديان والأنهار وأيضا المروج والمرجات المائية. سنمر هذا المكان ليس فيه شيء، سننتقل لمكان آخر، فابقوا معنا. كما تشاهدون رحلتنا مستمرة ومتواصلة وشيقة وممتعة أيضا في هذا الصباح الجميل برفقتكم. فتحية دائما لكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس وترك تعليق لنا إن أعجبكم الفيديو، وإن لم يعجبكم طبعا فمرحبا بتعليقاتكم وبانتقاداتكم وباقتراحاتكم وكل ملاحظاتكم، نحن رهن إشارتكم. شكرا لكم. إننا وصلنا لأحد الحقول، حقول المزروعة لأحد الفلاحين، ربما تكون قريبة منها منابع للمياه يقوم بسقي الحقل منها، وقد تكون في هذه المنابع سلاحف طبعا. إذن هذه العين الأولى، ها هي عثرنا عليها. إذن هذه عين ربما فيها سلحفات، لقد هربت 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 هربت، لقد شاهدتنا واختفت في الماء، ربما سنشاهدها ونقرب كاميرا الهاتف ونصورها لكم. ربما تشاهدون تلك الضبابية في الماء التي تركتها السلحفات، تركت لنا مكانا يعني غير صافي،
لأنها مرت من هناك بسرعة. لأن سلاحف في الماء تخاف كثيرا عندما تشاهد أي أحد اقترب منها، تغطس في الماء بشكل سريع وتختبئ. فهي الآن مختبئة حتى تطمئن، تخرج رأسها فقط، تطل علينا وتعود بالاختباء إن شاهدتنا تعود بالاختباء، وإن لم تشاهدنا ستصعد للتشمس. فهي تقضي اليوم في الشمس خارج الماء، وعندما يبرد الجو تعود للماء وتخرج أيضا للتزاوج. كذلك تخرج لوضع البيض، تخرج أحيانا لبحث عن طعام، لأن هذه السلاحف هي سلاحف عشبة ولاحمة في نفس الوقت، يعني أنها ممكن أن تتناول الأعشاب وممكن أن تتناول اللحم. سننتقل إلى مكان آخر، ربما هناك عين أخرى سنشاهد فيها، سنبحث عنها، لأن هذه منطقة خضراء، فهي منطقة صقوية يتم فيها الاعتماد على هذه العيون. العين الثانية تشاهدنا، نحن قريبين منها، ها هي دي العين، إنها العين الثانية، ربما لا تتواجد فيها سلاحف، لم تظهر أي سلحفة هنا، والماء موجود طيلة السنة، طيلة السنة هناك. لا ربما ليست هناك سلاحف، ليست هناك سلاحف في هذا المكان. سنذهب لمكان آخر، نبحث عن عين أو بركة مائية أخرى، ربما تحت هذه الأشجار، والأشجار قد تكون بركة مائية. فتابعونا. بركة مائية أخرى، جميل، إنها بركة أخرى. شاهدتم سلحفات هربت بسرعة، يا لهم، سلحفات هربت، سلحفات كبيرة جدا، سلحفات برمائية كبيرة جدا هربت بشكل سريع. وها هي سلحفات أخرى سنعثر عليها الآن، ربما يقولون ثمار البرقوق قريبة من هذه البركة. اختبأت هناك بسرعة في الماء بشكل سريع، هربت. هناك سلحفات أخرى خارج الماء، هاي دي عثرنا عليها سلحفات مختبئة بين الأعشاب، هي سلحفات برمائية. سنتحدث عن الفرق بينها وبين السلحفات البرية، يعني كما تشاهدون هذه السلحفات برمائية. أول فروق بينها وبين السلحفات البرية أن السلحفات البرية لديها خطوط كثيرة فوق ظهرها، بينما هذه لا خطوط لها فوق ظهرها. كذلك بالنسبة للسلاحف البرمائية، هي أنواع كثيرة جدا، هناك آلاف الأنواع منها. فسلاحف البرمائية مثلا السلاحف التي تعيش في البحر هي مختلفة عن السلاحف التي تعيش في الماء العذب، فهذه السلاحف التي تعيش في الماء العذب هي مختلفة عن سلحفات البحر. فرجليها وأصابعها يعني فيهم أظافر، فيهم أظافر عكس سلحفاة البحر ليس لديها أظافر. يعني هذه السلحفاة هي شبيهة بالبرية وفي نفس الوقت شبيهة بالبحرية، بالسلحفاة البحرية. تشاهدون السلحفاة الأخرى التي اختبأت في الماء، هي قريبة صعدت على السطح، تريد الخروج مجددا وتطل علينا وتعود. تشاهدونها في هذا الفيديو، حاولوا تقريب الصورة لكم. هي
بالداخل لن تخرج ما دمنا موجودين أمامها، فهي لن تخرج من هناك وستظل تراقبنا من بعيد. إذا بالعودة للسلحفاة البرمائية التي قمنا بالعثور عليها، فهي خرجت من الماء ربما للتشمس يعني وأخذ القليل من الشمس، أو ربما لوضع بيضها، لأن هذه السلحفاة هي سلحفاة أنثى، وخلف ظهرها يعني نجد هناك انتفاخان ربما تحمل بيضا كثيرا لصغارها، ربما تحمل بيضا كثيرا صغارها، وخرجت لوضع البيض وتعود للمياه. إذن هي خائفة وبقيت مختبئة لأنها غير معتادة على الإنسان، لكن للأسف رائحتها مقرفة شيئا ما، رائحتها تكون قبيحة مقارنة مع السلحفاة البرية. السلحفاة البرية لا تصدر أي رائحة قبيحة عكس هذه السلحفاة البرمائية، لأنها تظل في الماء طول الوقت، فهي تصدر رائحة بكثرة البقاء في الماء. سنبحث عن هذه الثانية، ربما ستطل علينا بعد لحظات. هي داخل الماء، ستخرج حينما نختبئ، عندما نبتعد منها ستظهر، ثم نعود ونجدها بشكل سريع. بالنسبة لهذه البركة فهي صغيرة، ممكن أن ننزل إليها. كما قلت هذه السلحفاة يعني هي مختلفة عن السلحفاة البرية، لأنها تعيش في الماء وتستطيع البقاء تحت الماء، بينما السلحفاة البرية لا تستطيع البقاء تحت الماء. هذه السلحفاة كذلك تستطيع البقاء خارج البر في البر، وفي نفس الوقت تحت الماء، لأنها برمائية، نبر مائية، وهي كذلك من حيوانات الدم البارد. كما تشاهدون كما قلت لكم، فإن ربما لها بيض، تحمل بيضا في آخرها وخرجت لوضعه، وهي مختبئة جدا وخائفة جدا منا، لأنها غير معتادة كما قلت على البشر، غير معتادة أبدا، لأنها معتادة على البشر. كما تشاهدون هذه هي السلحفاة البرمائية عن قرب، هذا هو اختلافها عن السلحفاة البرية، يعني لا تشبهها في كثير من الأمور، لا تشبهها، وطبعا تتقاسم معها أمور مختلفة وأمور أخرى. ربما كذلك في ظهرها قد تجدون بعض الطفيليات، لهذا تربيتها ربما يكون مجازفة أن تربى داخل المنزل. ممكن أن تجد بعض السلاحف الصغيرة، فلا بأس في ذلك أن تربي هذه السلحفة. سنعيدها للماء رفقة السلاحف الأخرى، سنبحث لها عن بركة مائية أخرى ونضعها فيها، البركة المائية القريبة منها، حتى تظل وحيدة هناك، وهناك ستكون ربما سلاحف أخرى لم نعثر عليها ستكون هناك. وصلنا لبركة مائية أخرى، هذه البركة المائية الثانية سنضعها هناك، هذه هي البركة المائية الثانية، سنعيدها لها حتى تستمر في عيشها وتضع بيضها على بكل أريحية وفي أي مكان تريد. إذا فلتعود إلى الماء ولتكن في موطنها الأصلي. هكذا عادت إلى الماء، ربما اختبأت بسرعة داخل المياه، أو سلحفاة أخرى ظهرت مجددا
فهربت بسرعة. هي أصغر حجما منها، أصغر بكثير، أصغر منها. كانت مختبئة بين الأعشاب وعادت إلى الماء. إذا اختبأت هذه السلاحف في موطنها الأصلي له، الذي هو الماء، الماء العذب. سنذهب للبركة الأولى التي جئنا منها وسنبحث فيها إن خرجت إحداها هناك. ربما هناك واحدة. كما تشاهدون قريبة جدا، مختبئة تحت الماء. ربما رأتنا واختبأت تحت الماء. ستطل بعد لحظات عبر خراج رأسها من الماء. سأقرب الصورة أكثر وأقترب دون أن تعلم من ذلك. هل شاهدتم هذه السلحفات؟ إذا بهذا الفيديو أشكركم وأضرب لكم موعدا.